إيماد، ناخذ فتيحة من صفر. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفتيها زرع واش مبروكة؟ الله يبارك فيك. بالله فتيحة، علينا وعليك. والدكتور عماد باش كيتمنى ان شاء الله. علينا وعليك، وتحيه خاصه للناس ديال صفرو. شكرا. العاصمه ديالي، ديال المنزل اللي كنتمينا العين ميزاب، كنتمي لها وكنفتخر انا اللي كنتمي لهاد المنطقه هادي. وتحيه كبيره 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 للجد ديالي، الله يطول لي في عمرو، والجده ديالي، وكاع الناس ديال هاد المنطقه هادي كلهم. يا ربي امين. الله يبارك فيك. خويا عماد، بغيت نسولك، الله يرحم الوالدين. مرحبا بكل فرح. عندي البنيته في عمرها 5 سنين، والشعر ديالها ناشف وقليول وما كيطوالش. بغيتك تعطيني شي وصفه، الله يجازيك بخير. واخا ماشي مشكل، قولي لي شنو. زايدون انا ما قريتش، عطيني شي وصفه اللي نعقل عليا، الله يجازيك بخير. ماشي مشكل، ما قريتش في الكتابه، قريه مع الزمان، وحنا كنستافدوا منكم اختي. شكرا. أنا منكم استفدنا، وانتم كتفيدونا اكثر في حوايج اخرى. قول لي شنو هما الزيوت اللي عندك في الدار؟ عندي زيت اللوز الحلو. اييه. زيت لافوكا وزيت الذره. ايوا عندك كلشي. اذا زيت اللوز الحلو، زيت لافوكا، زيت الذره، غادي تخلطيهم معلقه كبيره من كل زيت. وغتولي كدهني لبنيتها الشعير ديالها في الصباح وفي الليل، صافي. دهني لها في الصباح الجلده ديال الشعر ديالها واحد المصاج شويه، تمصي لها واحد شويه وديري لها لشعرها، تمشطيه ديك المشطه اللي كتمشطوا البنيتات وتجمعيه، وعاوتاني في الليل نفس العمليه، وداومي عليها دائما، ما تقطعيش ليها، وان شاء الله الشعر غيبقى كيتغذى وغيبقى كترجع ليه الحيويه ديالها. فتيحه، ماشي مشكل. نعم اختي. من دهنوا لا ما نغسلوا، لا ما يتغسلش، ماشي مشكل، لان هاد الزيوت كلها زيوت مغذيه وكتشرب دغيا، وما عندها حتى شي علاقه، ما كتضر لا بفروه الراس لا بوالو. شكرا اخويا عماد، الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. فتيحه من صفر، تحيه لكم، مرحبا بك دائما معنا على اصوات. حليمه من مراكش التحقت بنا، ولكن قبل غناخذوا ماجده من مدينه الرباط. صباح الخير. وي صباح الخير لاله. اهلا بك على اصوات ماجده. مبروكه. شكرا. الله يخليك. عندك، بغيت نصور الدكتور عماد. تفضل. شكرا. مصر مبروكه دكتور عماد. علينا وعليك، تعيدي وتعاودي بالصحه والعافيه ان شاء الله. الله يعطيك ميرسي بوكو. بغيت نسولك عافاك على شي وصفه ديال الشعر. شعري تيطيح وما بقاش بغا يطوال، منين قطعته ما بقاش بغا يطوال. نعم. ايوا خصك تعاودي الكوافير، ولا الكوافير خصك تعاودي تبدليها. كيقول لك يدو ما فيهاش الرزق. لا ولكن بلاتي قطعتي، عمرك ما استعملتي لي شي حاجه، شي نوع ديال الصباغه ولا شي نوع ديال الترطيبه؟ لا بزاف، لا صبايغ ولا كيغاتين. ايوا اذا شوف، اذا المشكله راه ماشي في الكوافير ولا الكوافير اللي قطعتي. عرفنا المشكل في الكوافير، المشكل في داكشي اللي درت ليه. ماشي مشكل. اذا بعدا اول حاجه، واحد المساله دائما كنتفقوا عليها، ان من الليل الليل بعدا زيت اللوز الحلو هذه ما تخطاكش. وعلى زيت اللوز الحلو من الليل الليل غادي دهنيها من الليل الليل للشعر ديالك وتباتي بها هذه، والصباح نغسلو. لا لا بلا ما تغسليها، لانها سريعه الامتصاص. غير شوف، غير دابا مازال كناكد، راه الزيوت الا كانت طبيعيه 100% راه هذه الوصفات اللي كنعطي، راه الا استعملتوا هذوك الزيوت اللي كيكونوا طبيعيه، راه ما كاينش شي مشكل في الحساسيه ولا انها ما توالمش مع الشعر، لان زيت اللوز يعني الحلو يقدر ما يتغسلش. لا ما تغسليش الصباح، ما نغسلوش. حيت علاش؟ زيت اللوز الحلو خفيفه وكتمتص دغيا كدوز مع المسام، وبالعكس كتزيد تغذي الشعر. هذه من جهه. من جهه ثانيه، من جهه ثانيه غادي ناخذوا الوصفه اللي فيها زيت القطران. زيت القطران. زيت الزعتر. زيت النشا. الزعتر، زيت الزعتر. الزعتر باردون. وغادي نديروا واحد الزيت اخرى اللي هي غتجيكم غريبه، ولكن عندها فوائد كبيره ضد تساقط الشعر. زيت الكامون. زيت الكامون. الزيت الطبيعي، انا كنهضر لك على الزيوت الطبيعيه، ماشي لي زويل اسونسيال، كنهضر لك على لي زويل فيجيتال، الزيوت الطبيعيه. اذا زيت القطران، زيت طبيعي ديال القطران، وزيت طبيعي ديال الزعتر، وزيت طبيعي ديال الكامون. غتاخذي معلقه كبيره من كل حاجه، غادي تخلطيهم مزيان تيتخلطوا، وغادي تاخذيهم ودهني بهم الجلده ديال شعرك والشعر ديالك، وتخليهم ساعة وتصليه. ساعة. ساعة فقط. شحال من مرة؟ غادي تغسلي جوج ديال المرات في الأسبوع كافياك، وغادي تداومي عليها واحد المدة ديال 3 شهور. إن شاء الله في الاستعمار الرابع الخامس غتولي كيبان لك الفرق، صافي؟ إن شاء الله. وهذاك شوف. أييه، ومسألة أخرى، لأن حتى الأخوات اللي كيسمعوا لينا وباغيين يعالجوا مشكل ديال تساقط الشعر، هاد الوصفة هادي راه في الأول غيبدا يطيح الشعر واحد شوية، ولكن شنو هو كيطيح داك الشعر اللي كيكون متضرر، ومن بعد كيعاود يخلف داك الشعر اللي مزيان كيجي من التحت، صافي؟ يعني لا طاح ما نخاف. لا ما تخافيش، لأن داك الشعر اللي كيكون متضرر كيتحيد، واخا